مع حسام غالي بقى تفتكرها؟ اول مباراه كانت في انت جيت 2002 وكام؟ 2002 كان حسام صعد للفريق كان الاول، كان موجود كان موجود ولعب نهائي افريقيا واخد سوبر افريقيا في بعد انا بعد الماتش الزمالك وسوبر وافريقيا الموسم اللي بعديه بقى احنا انا دخلت مع الفرقه، لان عماره انت عارف لو انت تفتكر كان مانويل جوزيه كان ماسك قبل ما يمشي وكان محتاج باك ليفت، فوقتها عماره قال لك خلاص عماره هيتأيد وياسر يستنى ايه لبدايه الموسم. فعماره لعب افريقيا ولعب ماتشات الدوري كمل الدور الثاني، وانا بدات من بدايه الموسم. يمكن انت لو تفتكر يا كابتن فاروق احنا اول ماتش لنا كان في بطوله افريقيا، ما كانش الدوري لو انت تفتكر. جان دارك كان بره ده كابتن ياسر، كان بره اول ماتش كان بره. وبعد كده طبعا يمكن ما كانش الحظ، ما كناش موفقين في بطوله افريقيا في الفتره دي، يمكن خرجنا منها، لكن رجعنا في الدوري مسكنا من اول مباراه لحد مباراه انبي واحنا متصدرين الجدول يعني. اللي عايز اقوله انه حسام غالي طبعا اخويا وحبيبي ومن الناس العزاز على قلبي. يمكن لما جاله عقد الاحتراف كان في سمسار، هو اول ما جه مصر كان كلمني، كنت اعرفه شفته في المانيا وتقابلنا اكتر من مره، فلقيته جاي في احد الفنادق الكبرى كنا احنا معسكرين، فقال لي انا جاي عشان كذا كذا، في لعيب كويس عندك اسمه حسام غالي؟ قلت له طبعا لعيب كبير وبتاع وسنه صغير فقال لي طب انا عايز اقعد معاه لان انا جايب له عرض وبتاع ومش عارف ايه وكده يعني. فكلمت حسام كان على فينورد كابتن، كان على نادي فينورد. ما هو راجل هولندي بس تعرف الهولنديين بيتكلموا الماني، الدوتش فيها جزء الماني طبعا. فجبنا حسام وقعدنا، كنا في معسكر ومعسكرين له مباراه، وقعدنا كنا الصبح كده حوالي الساعه 10، قعدنا اتكلمنا بقى هو يتكلم وانا المترجم بتاع حسام. فالحمد لله يعني ربنا وفقه واحترف في اقنعته ازاي هو يعني والراجل انا ما كانش محتاج اقناع حسام، هو تعرف حسام وهو صغير كان لذيذ يعني، تعرف كان يحب يقرب من الناس الكبيره ويهزر ويتعرف. حسام طول عمره يعني ايه مقبول للناس كلها وشخصيه جميله وتحب تتكلم معاه. يمكن كنا نتقابل يعني، هو اصغر مني بكتير يعني وكان لسه صغير، كنا نتقابل مثلا في المهندسين كان معاه عربيه صغيره كده وانا معاه طبعا عربيه كويسه، فكان دايما يجري ورايا في تاخد بالماركه ساعتها كان الماركه كام؟ هو 3 جنيه ب 2 جنيه 75 عشان عماره على طول كان بيحسبها. فيعني هو كان شخصيه جميله بصراحه حسام، ويمكن هو تعب واجتهد وربنا اداله يعني، يمكن هي لولا الخطا الاخطاء، واحنا دايما يعني كلنا خطائين في هو خطا صغير في الدوري الانجليزي، يمكن كان حسام الموضوع اتغير معاه تماما يعني. بس خلاص يعني خلي بالك، ما هو نفس المدرب جه يدربه هنا ولا لا ما فيش مشكله. بس هو انت عارف القوانين هناك الداخليه بتاعت النادي نفسه صعبه، حتى ده لو حصل في النادي الاهلي هتلاقي نفس القرار يعني، هتلاقي نفس انك زي تعمل حاجه زي كده. لكن طبعا حسام لعيب كبير ونجم كبير وتاريخه مشرف، وان شاء الله اتمنى له الشخصيه بتاعته اختلفت كابتن من ساعه ما شفته، او انت طبعا من خلال متابعتك، انا ما اعرفش انت بتتقابل معاه ولا لا، اختلفت من هو كان لسه اول مره تشوفه دلوقتي. بص هو خارج الملعب انا اعتقد ان هي ما اختلفتش كتير، لا جميل، لان نفس التهريج ونفس الضحك وكلامه والحركات وبتاع، لكن في الملعب لا، حسام عارف انت لما بقى يعني ما كانش عندك مسؤوليه وفجاه بقيت صاحب المسؤوليه كلها، هو ده بالظبط اللي حصل مع حسام غالي، ان هو كابتن النادي الاهلي. لازم الشخصيه بتتغير، بيحس بالمسؤوليه اللي هي واقعه على اكتافه، ان هو مش بس مجرد لعيب، لا ده انت ليدر للناس كلها، ده انت حلقه الوصل ما بين حتى لاعبتك والجهاز، لو في اي حاجه انت اللي بتحاول تقرب وجهات النظر، لان احنا بنعتبر كابتن الفرقه ده واحد في اللعيبه وواحد في الجهاز يعني، قايم بدورين، مساند هنا ومساند طبعاً هنا، ده دور مهم جدا. فطبعا انا اعتقد ان شخصيته في الملعب اختلفت كتير عن ما كان معانا. طب انت شايف يا كابتن بعض الفنيين والمحللين بما فيهم حتى كابتن حسام البدري كان يتمنى ان حسام يكمل، عنده القدره انه يكمل كابتن؟ والله عنده القدره في ظل الكره الحاليه اللي موجوده في التوقيت ده. هو في لعيبه لعيبه كويسه بس ممكن طبعا في لعيبه كويسه، بس الخامه بتاعت حسام غالي انت عارف يعني صعب انك تجيب واحد بالعقليه دي وبالمهاره دي، وان هو مركب كله مع بعضه، وغير كده ليدر كمان للفرقه اللي معاه، بيعرف يقود الناس اللي معاه.
انا كنت بقوله لسه بدري يعني. هو بص اللقطه دي يا كابتن وانت بتتكلم على لسه بدري يعني، ده واحد من محبي النادي الاهلي ومحبي حسام غالي يعني اكيد، ومقتنع بشكل كبير ان هو ما ينفعش يعتزل دلوقتي. الاهلي الاهلي احتاج اليك يا غالي لا تعتزل يعني. الناس بتحبه وعارفين ان هو قادر يا كابتن فاروق، ان هو قادر ان هو يعطي كمان يعني. طب امتى يا كابتن ياسر وانت بتتكلم كده اللعيب يقرر ان هو يعتزل من وجهه نظرك يعني؟ يعني انا لسه كنت مع حسام في الاوضه من كام يوم، ان شاء الله جسمه زي ما هو قوي، عنده كمان حته الخبرات الكتيره اللي موجوده هتخليه يقدر حتى لو الجزء البدني مش موجود، مع ان هو موجود. انا عارف حسام بيجري كم جري يا كابتن ياسر، عنده كميه طاقه انه يقدر يجري بص عدد كيلومتر في المباراه بشكل غير طبيعي يعني. امتى اللاعب هو انا كان نفسي يكمل، وهو قادر ان هو يكمل، لكن هو احترم نفسه واحترم تاريخه، ودي حاجه تحترم فيه. ان انت تبطل وانت قادر احسن ما تبطل وانت ما عندش قادر، لان هتحصل تطورات تانية انت ما تكونش في حساباتك، او ممكن تحسها بعد كده انك ايه، سوري في اللفظ، انك ممكن تتهان بعد كده. النجم ما بيحبش يوصل يعني، لو وصل للمرحله دي بيحس ان هو ما عملش حاجه في دنيته. لكن انت بتبطل وانت واقف على رجليك، دي حاجه محترمه، ومش اي حد يقدر ياخد القرار ده يا كابتن فاروق، لانه قرار صعب جدا. وانت لعيب كبير، ولو رجعت بالذاكره هتعرف ان القرار صعب جدا، صعب صعب. انا بس في المؤتمر ده لاول مره اشوف حسام بيبكي يعني. دايما بشوف حسام يعني حته القوه وال حته يعني يعني الجديه استمرار سواء بره الملعب او خارج الملعب او جوه الملعب، وكمان حته ان احنا زي ما تقول كده الصحاب، وبيجي نضحك، وحتى بيبقى في كلام ما بيننا انا وهو مثلا او انت، بيقولوا كده على جنب، ما بيحبش طبعا لو كده في قفشات يعني معينه. لكن لما بكى دي صراحه كانت مؤثره بالنسبه لي. موقف بيبقى دايما انت بتسيب حاجه عزيزه عليك بتعملها على مدار 20 سنه ولا 15 سنه، بتعملها كل يوم يا كابتن ياسر، ده حياتك. عارف انت لما بتقعد تكتب بالقلم كده حياتك يا كابتن فاروق يعني، انت بتلاقي رجليك بتكتب لوحدها، ما بالك بقى بتاكل وتشرب وتنام كوره يعني. انت عارف انت وانت نايم بتفكر في الكوره، وانت صاحي بتفكر في الكوره، وانت بتاكل بتفكر، سواء في تمرين ولا في ماتش ولا في اللعيبه اللي معاك ولا في الجهاز الفني ولا في النادي ولا في جمهور ولا في الاعلام. فجاه الحاجات دي هتتشال، مش هتبقى موجوده. ايوه صحيح. انت كنت جزء من حاجه مهمه جدا، هتبقى بره خلاص. فده صعب على اي بني ادم يعني. والقرار الاصعب ان هو ياخده في توقيت ان هو قادر يلعب فيه. توقيت كمان الجميل ان انت بتعتزل في ظل مجلس اداره موجود على راسه هو كابتن محمود الخطيب، بيقدر بشكل كبير يعني ايه ولاد النادي الاهلي، ويعني عطائهم باستمرار. احنا بقالنا فتره ما سمعناش عن مباراه اعتزال خالص، ما هو كانت منع تقريبا حاجه زي كده، مش منع يعني، ما فيش، ما كانش فيه فرصه ان انت كمان تختار وتعمل الاحتفاليه دي وتاخد الموافقه على الجزئيه دي. ده كان شيء مهم جدا. كان محمود الخطيب اكيد فاهم وعارف قد ايه جزئيه النجم الكبير والتكريم دي يبقى عامل ازاي، وبتفرق معاه في نفسيته كمان عامله ازاي. اكيد طبعا، وده يمكن اقل حاجه تتعمل لحسام غالي. كان نفسي وامنياتي ان الماتش ده يبقى هنا في مصر بالجمهور العظيم، بالفرقه اللي جايه اياكس، كان هيبقى فعلا كان مميز يا كابتن. اختيار طبعا طبعا، فرقه كبيره وفرقه محترمه وشعبتها طبعا اياكس يعني من الانديه العريقه في اوروبا يعني. كانت امنيتي ان المباراه كانت تبقى هنا يعني، في وسط بلدك، في وسط جمهورك، كانت هتبقى احتفاليه طبعا لها طعم تاني. لكن طبعا هو برضو اختار مكان مش غريب علينا كلنا، بلد شقيق مساندين لينا على طول في كل حاجة. اكيد اليوم هيبقى جميل، وان شاء الله ربنا يوفقه يا رب في حياته اللي بعد كده. محبين النادي الاهلي ومحبي حسام كمان هيبقى وراه في كل حياته يا كابتن. وبعدين احنا جمهور الاهلي احنا بنشوفه في لما بنروح نلعب في هزاع بن زايد بالذات كمان، عامل حاجه يعني اكنك في مصر. بالظبط يعني.